ربط المتحولات بالعبارات النصية. سنتعلم في هذا الدرس كيف نقوم بربط متحول نصي إلى سلسلة محارف نصية ثابتة، أي كما لو كان في متحول واحد، وذلك من خلال مثال عملي. افتح مستند نصي جديد، ثم اكتب معرفي البداية والنهاية في لغة PHP، ثم أسند القيمة أحمد إلى المتحول name، ثم اكتب الأمر print متبوعا بالعبارة hello ثم المتحول name بين علامتي تنصيص. الآن احفظ الملف وليكن اسمه variable3.php ضمن المجلد htdocs، ثم قم باستعراضه من خلال مستكشف الويب، وستجد أن مستكشف الويب قد طبع العبارة hello أحمد كما ترى. وهكذا نكون ربطنا اسم أحمد وهو ضمن المتحول name بالكلمة hello. الآن عد إلى الملف النصي واستبدل علامتي التنصيص المزدوجتين بعلامتي تنصيص مفردتين. قم بحفظ الملف النصي ثم عد إلى مستكشف الويب. ستلاحظ أن آلة PHP لم تتعرف على المتحول name ولم تطبع القيمة التي بداخله، بل تم التعامل معه كمجموعة محارف نصية فقط.